لازم اقولك على حاجة بسرعة. انا بجد تعبت جدا من كتر الشغل، يعني انا بجد بفكر استقيل، انه يعني انا يعني حطيه عندك. لا ثانية بس عشان بتكلم المفروض نتصرف ازاي. اوكي شوفي وتأكدي معاهم في الايميل لو احنا هينفع نقابلهم يوم الثلاث ولا لا. كنت عايز اسألك على حاجة.